من الدورة بيروت صباح الخير. اليوم ظهرنا من الاستوديو حتى نشارك بنشاط رياضي اجتماعي بيئي بلش بنيويورك الولايات المتحدة وصار عنده محبين بالعالم أجمع، الهارلي ديفيدسون. مثل ما شايفين الدراجات بلشت توصل، متوقع وصول حوالي 400 دراجة لمشوار من الدورة بيروت لجزين جنوب لبنان، وأنا شخصيا رح شارك بهالتجربة. أول شابتر لهارلي ديفيدسون بالعالم العربي سنة 88 بلش بدبي، وصار في 15 شابتر بدول عربية، كل واحد منه بضم بين ال 150 وال 400 ممبر. لبنان هو من الدول الأكثر نشاطا. صرنا عم نشتغل على مجموعة هاري ديفيدسون أكثر من 9 سنين، وعم تنمى وعم تكبر بشكل سوليد، هيك عم تكون عندها ثبات بالبلد، والعدد عم بيزيد بشكل ملحوظ كل سنة. نظرا للنشاطات اللي عم يكون فيها هذا النادي، من نشاطات ترفيهية لنشاطات اجتماعية لمساعدة الجمعيات الخيرية. In Lebanon, we work very hard with our customers and with our owners group, and this today is the launch of the riding season. This is the biggest single ride in the Middle East. Harley is all about freedom and individuality. It's a gathering, it's a group, and you have friends everywhere you go. هلا عنا ستة من عائلة واحدة وكلهم هارلي ديفيدسون. أنا عندي دفاع شخص حبيت الهارلي أكثر من عنده، حسيت إنت كول بايك وعنده لايف ستايل هي خاصة فيها. شو اللايف ستايل تبعه؟ لايف ستايل هيك درايف فري. أنا معود سوى سبيد بايك بس الهارلي رواق، ويعني صوت أنا بيعجبني. ما بتحس الهارلي للشباب؟ ممكن يكون للصبايا؟ لا أكيد ممكن يكون للصبايا، وأصلا أنا يعني تحمست إني سوق هارلي لأنه شفت بنات بيسوقوا هارلي وقلت إنه ليش أنا لا؟ إنه بلبنان ما لما تطلع مع الهوك بتشوف مناطق ما بتتوقع انه هو اللي كانوا موجودين بلبنان وانت ما عارف فيهم. التوريزم اللي بيقدر الواحد يعمله بالهارلي اقوى من اي توريزم بلبنان. ومن باب الصدف مشاهدينا في عندنا توني طوق هارلي ديفيدسون بايكر، يعني بدكم تعتبروه توني اخر، يعني نسخه عني، وهو اللي راح يساعدني بانه نكتشف هالتجربه ونتمتع فيها. أكيد it will be a lifetime experience. Yes. The girl is smoking, she's smoking hot. Even joking, she got the lot. Where I can't be, I can't find a hard right song to make her mind. I'm on the road and I'm over rock. I'm on the road and right to the top. I'm on the road and down to my shoes. Lifetime experience أو خبرة حياة. قرب من الشمس والطبيعة وانفتاح على وجوه من خلفيات متعددة بيجمعها حب الرياضة. بمشوارنا من بيروت للجنوب استراحة بقضاء النبطية. اسم الفريق هلا الفينيقية. احنا بنقول فينيشن رايدرز، ورا جروب موجودين بالكويت، بس ما بنقفي رايد، ما بنقفي تور، لها علاقة بلبنان. وصلنا كمان لشاب وصبية من ألمانيا، ساقوا بألمانيا كمان. احنا من صوبي ألمانيا، الشتة تبع بريمن، سقنا بلبنان ومن صوبي دبي، اثنيناتنا هلا جايين من دبي كرمال سبرينج درايف. وهيك على الطريقة الفينيقية اللبنانية العربية منكون عشنا خبرة رياضية بجذورة أمريكية بامتدادة عالمية، وقطعنا على دراجة الهارلي نحو 70 كيلومتر تنوصل للنقطة الأخيرة. وصلنا على جزين المحطة الأخيرة بمشوار الهارلي ديفيدسون. توني، ثلاث مواصفات لازم يتحلى فيها سائق الهارلي. ثلاث مواصفات بدي منك الانفتاح على الآخر، الاحترام، وانك تكون حر. يعني هالمرة ركبنا، المرة الجاية نسوق. كان معكم توني طوق وطوني طوق
بمشوار من العمر على الهارلي ديفيدسون من الدورة بيروت لجزين جنوب لبنان.